استاذ محمود انت تاني. استاذ محمود معروف ناقدنا الرياضي الكبير اللي احنا دايما وابدا معنيين بمتابعه ما يتعلق بالجزئيه التاريخيه، لانه في احداث اجيال كتيره شابه ما عاشتهاش، ما عصرتهاش، ما تعرفش معلومات كتيره عنها. فهنسيب الناس تصدر لها صور ذهنيه خاطئه بمعلومات خاطئه شديده الخطا والخطوره مع بعض، عشان تكون صورة تتواصلها الأجيال مفادها إنه الأهلي بطولاته حرام، بيتجامل، الناس بتتظلم، بطولات أوانطة، وهكذا من الادعاءات التاريخية الكتيرة اللي أنا أعتقد ملك وكتابة كان تعرض في شق مهم جدا منها لعلاقة الأهلي بالسلطة. وكان رد الحقيقة في وجهة نظري موضوعي جدا ومعلوماتي، لو تفتكر يا باشمهندس لما قلنا يا اللي بتقولوا الاهلي بياخد بطولاته بالحكام، تعالوا نشوف والاهلي بياخد بطوله مين اللي بيرأس اتحاد الكوره. ما هو اللي هيجامل الاهلي في ماتش كوره مؤكد اتحاد الكوره، مش اتحاد كره السله. فلما يبقى 70 80% من بطولات الاهلي في الدوري على الاقل وكاس مصر خدهم في ظل رئاسه رموز زملكاويه لاتحاد الكوره، لما تقول لي انه اتحاد الكرة هيجامل الأهلي ورئيسه المشير عبد الحكيم عامر، يبقى أنت أكيد مش عارف حاجة. ولما تقول لي إنه محمد حسن حلمي زامور الرمز التاريخي الأبرز في تاريخ نادي الزمالك هو اللي بيجامل الأهلي عشان ياخد الأهلي بطولات الدوري وهو رئيس اتحاد كرة، يبقى عندك مشكلة في الفهم. أو يبقى الكابتن محمد لطيف، أو يبقى الكابتن حسن عامر، أو يبقى كل رموز نادي الزمالك اللي ترأسوا اتحاد الكرة. أكتر من 85% من بطولات الأهلي في الدوري والكاس أخدها ورموز زملكاوية هم على رأس اتحاد الكورة. فلما تقول لي بطولات حرام وبطولات حلال، أنت بترجع ليه قوي لورا كده؟ هو أكبر عدد من البطولات من 2004 ل 2014، خلاص؟ صح؟ مين كان على رأس السلطة في مصر؟ انت احنا اتكلمنا برضه على السلطه السياسيه نفسها، السلطه الحاكمه بقى. لا يعني جمال مبارك قال انا زملكاوي. علاء مبارك اسماعيلاوي زملكاوي. البيت كله يعني مدام سوزان كانت بتفتح المكتبه عندنا، وبعدين لما شافت حمام السباحه المجمع قالت ده جميل جدا، انا هجيب حفيدي الاهلاوي الوحيد في البيت يتمرن هنا. لانه بيحب النادي الاهلي. الوحيد رحمه الله عليه. ابن علاء اللي هو توفى. ده الوحيد اللي هي قالت كده. فمين بقى اللي هيجاملنا؟ مين اللي هيجاملنا؟ حسن طيب. صقر ولا مين يعني؟ صحيح، يعني حتى وزراء الشباب والرياضه طوال فتره الاهلي هم زملكاويه ومن نجوم نادي الزمالك وابنائه. عشان كده احنا بنبرز ده ردا على كل هذه الادعاءات الباطله اللي واحده منهم كتبها الاستاذ محمود معروف مؤخرا في الجمهوريه. وده استدعى الكاتب الصحفي الاستاذ عصام السباعي في الاخبار يكتب اللي انا هقراه لكم. قال الاستاذ عصام السباعي ناقد رياضي معروف كتب امس يقول ان المقاولون كاد يحتفظ بكاس ابطال كؤوس افريقيا مدى الحياه عام 84 لولا تعرضه لمؤامره خسيسه بعد التعادل مرتين 0-0 و1-1 وخروجه بعد اعتبار مباراه التعادل الايجابي هي مباراه منافسه. وبدون مجاملة فمن المهم كشف مزور التاريخ وتحديد مصادر التعصب، ورد يا أهلي لأنك المقصود. ده عصام السباعي بيقول للأهلي أنت اتهمت من قبل ولا أوضح تزوير ولا أوضح أنك أنت يعني اتعملت لك مؤامرة خسيسة عشان تحرم المقاولين من ياخد بطولة أفريقيا وأنت اللي خدتها. ليه يا سيدي؟ نرى الأستاذ محمود معروف وهو بيتكلم عن هذه المؤامرة الخسيسة اللي عملها الاهلي الوحش. نقرا امتى الكلام؟ قال الاستاذ محمود معروف في جريده الجمهوريه يتميز نادي المقاولون العرب بانه اول نادي مصري يفوز بكاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس عامي 82 و83 وكاد يحتفظ بالكاس مدى الحياه لو فاز بها للمره الثالثه عام 84 لولا ايه؟ المؤامرة الخسيسة التي تعرض لها في الدور نصف النهائي وأخرجوه من الكأس بعد التعادل مرتين 0-0 و1-1
واعتبروا أن مباراة 1-1 هي مباراة منافسه الذي فاز بالكأس. إحنا هنا في ملك وكتابة اتعرضنا قبل كده لكلام الأستاذ محمود معروف اللي كرره، عشان كده أنا بقول له أنت تاني يا أستاذ محمود. لا، هو متعمد الإلحاح، وهو دي خطورة الكذب. آه، إنه بيعتمد على الإلحاح لحد اللي قدامك ما يسكت، فيبتدي كذبته هي اللي إيه تتصدق يعني. فأنت بتصف اللي حصل ده إنه مؤامرة خسيسة، عشان الأجيال الجديدة تبقى عارفة الأهلي بيلعب مع المقاولين الدور قبل النهائي لكأس أفريقيا أبطال الكؤوس في 84. فقال الراجل إنه لما الأهلي تعادل 0-0 و1-1 دوروا له على حاجة تخلي إن مباراة 1-1 هي مباراة المقاولين، فيبقى جون الأهلي بجونين. هي دي المباراة المؤامرة الخسيسة في وجهة نظره اللي الأهلي الوحش عملها عشان يضيع على المقاولين يعني فرصة، وكأن ما كانش كل فريق عارف هيلعب، كأن احنا الدنيا ماتش ولا مش ماتش. الكلام ده ما يحصلش في الشارع عندنا في البلد. لا، والله ليها حل، ليها حل، ان الماتشين يكونوا اتلعبوا في وقت واحد، فاعتبر واحد منهم ابتدوا يلعبوا في كده، دي الصبح ودي بعد الظهر، ده بتاعك وده بتاعه. اتلعبوا في وقت واحد، ما لهاش حل الا كده. دي في بطولة افريقيا لابطال الكؤوس. الكلام ده ما يحصلش في الجورنة يا استاذ محمود والله. عشان تصف الاهلي انه عمل مؤامره خسيسه. بس زي ما تعودنا في ملك وكتابه احنا ردينا قبل كده في الجزئيه دي تحديدا، لكن لما رجع الاستاذ محمود يتكلم في ده والله ما هنشتكيه الا لمحمود معروف نفسه. مش هنستند له للي كتبه الاستاذ اسماعيل البئر عليه رحمه الله في تقديم المباراه في الاهرام وقتها، ولا كل حتى المصادر التاريخيه اللي احنا ردينا بيها. هنشهد محمود معروف على محمود معروف نفسه، عشان الاجيال الجديده تعرف الكذب رايح فين. هو مش معترف بمحمود معروف، هو مش معترف بمحمود معروف بتاع 84 اللي كتب مبروك الاهلي في نهائي افريقيا، المقاولون تعادل 1-1 وخرج بشرف. بشرف يا استاذ محمود. كتب ايه بقى ساعتها؟ مبروك لمصر، كان امس عيدا رياضيا انتهى بصعود النادي الاهلي الى نهائي كاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس ليلتقي مع نادي اهلي طرابلس بطل ليبيا في نوفمبر القادم، ومبروك للمقاولون العرب حامل كاس افريقيا عامين على روحه القتاليه واستبساله، ويكفيه فخرا انه لم يهزم في مباراتي الدور قبل النهائي، بل كان خروجه امس بنسبه الاهداف بعد انتهاء المباراه الثانيه مع النادي الاهلي بالتعادل 1-1، وكان اللقاء الاول بينهما قد انتهى بالتعادل. لذا مش حسب المؤامرة الخسيسة في 84 الأستاذ محمود معروف كتب، وحسب اللائحة الأفريقية احتسب هدف الأهلي بهدفين، وبيقول ساد المباراة التوتر نتيجة الحساسية الزائدة التي سبقت المباراة ولكون الفريقين من دولة واحدة، لكن هذا لم يمنع أن الفريقين قدما عرضا قويا مشرفا للكرة المصرية بغض النظر عن الهفوات التي وقعت، وكان من نتيجتها توقف المباراة أكثر من مرة، حقيقة خلت من المتعة والجمال لكنها سمت مباراة الكؤوس لا سيما الأفريقية. وبيقول الأستاذ محمود جاء هدف الأهلي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، وتعادل المقاولون في الدقيقة 22 من كذا، وعليها إعلان أحد المشروبات، ده هو بيتكلم على لائحة البطولة. وقايل الأستاذ محمود في متن هذا الكلام اللي قدام حضراتكم إن المباراة الثانية انتهت 1-1 والمباراة الأولى كانت انتهت 0-0 حسب ايه؟ اللائحة الأفريقية. اللائحة الأفريقية. في ملك وكتابة لما الأستاذ محمود أثار هذه المؤامرة الخسيسة الوحشة، لجأنا إلى أحد المصادر الحية. كابتن المقاولين في هذه المباراة، كابتن المقاولين العرب في هذه المباراة اللي اتعمل فيها زي ما بيقولوا الأستاذ محمود معروف مؤامرة خسيسة. نفكركم باللي كان قاله الكابتن سعيد الشيشيني على الهاتف مع ملك وكتابه تعليقا على هذه الواقعه، كانت المداخله معانا في 8 اكتوبر 2018. عموما زي ما قلت لكم، لانه منهجيا انا لا احترم كل من يستند الى الاموات. لا احترم رايه طبعا الى ان يقيم الدليل المادي اللي موجود. عشان كده لما يتقال ان ده المقاولين، كابتن المقاولين في هذه المباراه وواحد من نجومه، وبالمناسبه هو اللي صنع الجول لناصر محمد علي، الله يرحمه، الله يرحم الكابتن ناصر، اللي صنع الجول اللي تعادل بيه المقاولين وكان يحمل شاره كابتن المقاولين، يعني كان على درايه كامله بظروف المباراه وقصتها،
الكابتن سعيد الشيشيني. كابتن سعيد اهلا بيك. كابتن سعيد. كابتن سعيد. ايوه يا ريس معاك. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا وسهلا. سلم يا ريس عليه يا ريس. الله يكرمك. كابتن سعيد انت كنت كابتن المقاولين في نهائي افريقيا في مباراه 84. ايوه. تمام كده؟ تمام يا ريس. الماتشين اولا لعبتوا الماتش الاولاني وانتوا عارفين انه مباراه الاهلي ولا ما كنتوش عارفين؟ يا ريس هم قالوا لنا خلينا اكلمك بصراحه. احكي القصه الكامله بقى. ما انا هقول لك يا ريس بصراحه. فضل. احنا اساسا كنا هنلعب ماتش عندنا في القاهره اللي هو بتاع الاهلي، وقلنا عايزين نلعب الماتش الثاني في الاسماعيليه او في بورسعيد. تمام. اتحاد الكوره رفض. قال لك لا، المباراه الاولى دي بتاعه الاهلي، المباراة الثانية بتاعة المقاولين. تمام. المباراة الأولى طلعنا 0-0 والمباراة الثانية طلعنا 1-1. ده الاتحاد الأفريقي تقصد؟ اه. اه طلعنا 1-1 المباراة الثانية اللي هو ناصر محمد علي جاب الجون والخطيب جاب الجون الأولاني اللي هو عملها له بالعرض محمد عادل. بالظبط. وأنا الجون بتاعي رفعته طويلة لناصر محمد علي طلع عليه الله يرحمه بقى. لا ده مش لا ده كان إكرامي. اه وعملها من فوق كرام وطلعنا 1-1. اه طيب بس انا عايز لما يا ريس اتفضل. معلش انا عايز اقول حاجه برضو للتاريخ. ايوه. احنا لما لعبنا افريقيا ما كناش خدنا بطوله دوري مصر او كاس مصر. ايوه. كان الاهلي خد بطوله الدوري وبطوله الكاس. ايوه. فهو الاهلي دخل بطوله الدوري وساب لنا بطوله الكاس. أيوة. انا اللي بعديها الاهلي دخل معانا في بطوله الكاس. ايوه. يعني أيوة. هو زي ما دخلنا في افريقيا طلعنا برضو من افريقيا الاهلي. الاهلي هو اللي دخلك هو اللي خرجك. ده عكس برضو اللي قاله ان الاهلي ما دخلش كبطل. هو الراجل قال لك الاستاذ محمود معروف الاهلي ما دخلش كبطل بس جابوه كده. لا يا ريس كان احنا وصلنا نهائي كان الاهلي بطل الدوري والكاس وبيفاضل يختار يلعب في انهي. صح كده فقالوا له اختار. طيب دوري وبعدين ساب لنا احنا بطوله الكاس، فاحنا دخلنا بطوله الكاس بدون ما ناخد الكاس. كان رئيس المقاولين وقتها صلاح بيه حسب الله الله يرحمه. ايوه صح كده. انتوا لعبتوا وانتوا عارفين ان المباراه يعني الاولى بتاعت الاهلي. ايوه يا ريس امال ايه المباراه الاولى تتكلم ده يعني ما عملوش النقاوه بعد الماتشين. قال لك خد يا ريس ده ينفع. هو عايش عالم افتراضي اللي قال الكلام ده عايش. صحيح. عالم افتراضي. كابتن سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا. نشكرك اولا على تواجدك وحرصك على انك تكون موجود معانا وانت كنت لعيب عقر وحاجه بسم الله ما شاء الله يعني اللي ما شافكش فاتوا كتير. ثانيا نشكرك على صراحتك وحرصك انك تقول الحقيقه وده مش 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 يعني مش غريبه على كباتن بحجم الكابتن سعيد الشيشيني. شكرا جزيلا. الخسة والمؤامرة الخسيسة انك تكذب وانت عارف انك بتكذب. اول مرة قلنا الذاكرة والرغبة ان هو يفسرها بطريقة تريحه، فردينا عليه وردينا عليه بنفس الأدلة وبنفس الكلام وزيادة شوية ما كتبه الآخرون من نقاد. صحيح. أن يعاود الأمر هذا إصرار. هنا نصف الكذب بأنه هو الخسة لأن في إصرار على الكذب اعتمادا على أنك تزهق وما تتكلمش بقى والدنيا تعدي كده. بالعكس بقى هو ساعدنا أن الحقيقة تبان إن اللي دخلنا وإحنا مش أبطال الكاس النادي الأهلي. كما فعل مع الزمالك بعد أكثر من مرة. إن الأهلي بيختار بطولة ليه؟ الإسماعيلي عنده 2 كاس. فالأهلي عايز يحصله ويكسب. المقاولين تقصد. المقاولين. المقاولين آسف. فأنت بتلعب بتختار البطولة اللي أنت هتناسب إنك تحتفظ بيها. فهو المرة دي
دخل في الدوري ساب الكاس للاسماعيلي للمقاولين والتقي وقال لك هو اللي دخلنا كاس هو اللي خرجنا منه. يوم هو بقى عايز يقلب التاريخ ان مؤامره خسيسه من الاهلي للاطاحه بصاحب الحق المقاول العرب، هو ازاده من البيت شعر قال هو اللي دخلني هو اللي خرجني. ارجو ان الموضوع ده يتقفل بقى احسن. عيب عيب. طيب التلفزيون المصري بقى في تعليقه على مباراه الاهلي والمقاولين عام 84 وقتها، نفكر حضراتكم بالتلفزيون المصري. محمد عامر متعدي بيلعبها بالعرض، محمود الخطيب كوره حلوه 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 من عامر يخطفها الخطيب بسن جزمه والجول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقه 45. نشوفها مع بعض تاني. عامر لعبها كويس قوي، محمد عامر الكره اللي فاتت الخطيب على طول. وبذلك يلعب النادي الاهلي مباراته الاولى في نهائي البطوله يوم 16 من نوفمبر القادم مع فريق اهلي طرابلس ليبيا، وتجرى المباراه الثانيه بمدينه طرابلس يوم 2 من ديسمبر القادم، وعلى ضوئها سيتحدد الفريق الذي سيفوز بكاس البطوله. كان المفروض الاهلي هيلعب اهلي طرابلس في النهائي، لكن لظروف سياسيه وقتها في ليبيا انسحب الفريق الليبي عشان الاهلي يواجه كانون ياوندي الكاميروني. اعتقد الامور المفروض تكون واضحه بهذا الشكل، لانه كانون ياوندي كان خسر من اهلي طرابلس في السيمي فاينل. اتمنى ان تكون الامور وضحت في هذه المؤامره الخسيسه، ونتمنى انه نقول للناس الحقيقه. يعني هنكذب على وقائع تاريخيه او نسكت وهنزيف التاريخ وهنروج لاباطيل واكاذيب عشان نشوه قيمة وتاريخ ناس لعيبة تعبت وأجيال صنعت مجد وناس خدت بطولات وناس عملت حاجة كويسة لناديها ولوطنها، يرجع حد دلوقتي بعد 30 سنة يكذب ويصمم ويصر على الكذب ويصف فوز الأهلي بالبطولة إنه كان نتيجة مؤامرة خسيسة. أتمنى إنه يكون في هذا الرد ما يكفي.